للوقوف عند محاولات الإدارة الأمريكية تمديد قرار حظر بيع الأسلحة لإيران ورد فعل الأخيرة التصعيدي في المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. دكتور فاروق، مرحبا بكم. يعني مثل ما استمعت إلى التقرير، أهلا بك. يعني تسعى الإدارة الأمريكية لتمديد قرار مجلس الأمن لحظر بيع الأسلحة لإيران، يعني تصفها بأنها مبررة، ذلك بأن نشاطات إيران المدمرة في المنطقة ستزداد في حال رفع قرار الحظر المفروض عليها. دكتور، إلى أي مدى ترى صحة هذا التبرير؟ الحقيقة أن إيران منذ سنوات عديدة وهي تمارس التدخلات في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي منطقة الخليج، ولذلك يعني هناك مبررات لفرض هذا الحظر ولاستمرار هذا الحظر. لكن على الرغم من وجود هذا الحظر، إيران لم تتوقف عن تطوير منظومتها السلاحية، عن محاولتها الحصول على الأسلحة، عن تعاونها مع أكثر من دولة، يعني مثل ما نشر أكثر من مرة، عن تعاون مع كوريا الشمالية، عن تعاون مع روسيا، عن تعاون مع، إضافة إلى ذلك، استغلال علاقاتها الموجودة في العراق في لبنان، الأسلحة والميليشيات التابعة إلى إيران، سواء موجودة في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا، هي أسلحتها موجودة تتماشى مع الإرادة الإيرانية ومع القرار الإيراني. نعم دكتور، تعتقد أن العقوبات الأمريكية على إيران يعني أفقدت طهران الكثير من قدراتها المالية لشراء الأسلحة؟ هل تعتقد ذلك؟ بالتأكيد، عندما يكون هناك قرار دولي بفرض الحظر، بالتأكيد هناك بعض المعوقات، ولكن إيران استطاعت من خلال استغلالها، نفوذها في العراق، نفوذها في سوريا، نفوذها في لبنان، أن تتحرك بشكل أكبر، إضافة إلى وجود أسطولها الموجود في الخليج وإمكانية الخروج على قرارات الحظر من خلال عمليات الحصول على أسلحة، مثل ما ذكرت، من خلال التعاون مع كوريا الشمالية أو مع بعض الشركات الروسية أو مع بعض الدول اللي كانت في منظومة الاتحاد السوفيتي سابقا. طيب دكتور، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد العقوبات على إيران، برأيكم كيف سيكون تأثير ذلك على المنطقة؟ إيران لم تتوقف، سواء كانت في فترة الحظر، يعني خلال فترة الحظر هو ازداد نفوذها في المنطقة، ازداد نفوذها في العراق، ازداد نفوذها في لبنان، في سوريا مثل ما ذكرت، وفي اليمن، وطموحها إلى أن يزداد نفوذها في دول أخرى وفرض سيطرتها على المنطقة بكاملها بما فيها الخليج العربي، دول الخليج العربي بكاملها. بالتأكيد عندما يرفع الحظر ستكون إيران يعني مطلوقة اليد، تكون أسهل عليها الحصول على صفقات، ربما على عقد صفقات للحصول على الطائرات من روسيا وعلى منظومة صواريخ مضادة للطائرات، نفس الشيء تحاول أن تحصل عليها من روسيا، وكذلك الحصول على منظومات تطوير منظوماتها السلاحية الموجودة ومعاملها الموجودة داخل إيران. دكتور، في المقابل، في حال جرى تمديد حظر بيع الأسلحة، هل نتوقع ربما في الأيام والأسابيع المقبلة أن تلجأ إيران لوسائل انتقامية تهدد أمن الخليج العربي؟ وهل المناورات التدريبية التي تجريها إيران في الخليج ما هي إلا رسالة استباقية يعني موجهة إلى مناطق الخليج العربي؟ تعودنا من خلال سنوات، يعني من مجيء خميني إلى حد الآن، إيران تنتهج نفس السياسة، سياسة محاولات الضغط، محاولات الاستفزاز، محاولات استغلال نفوذها في المناطق، محاولة استغلال الميليشيات العاملة معها للقيام بأعمال استفزازية وترهيبية، والقيام بأعمال نستطيع أن نقول أنها في سبيل الحصول على مكتسبات من وراء هذه العمليات. فبالتأكيد ستحاول أن تلعب
هذا الدور للضغط للترهيب للقيام بأعمال من أجل الحصول، وهذا شاهدناه في أيام المفاوضات حول مسألة تطوير المنظومة النووية والحظر النووي، وشاهدنا كيف إيران استغلت هذه الفترة للضغط في سبيل الحصول، سواء كان من خلال علاقاتها مع بعض الدول الأوروبية أو مع الصين وروسيا. عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لكم.